المبدع جمال سليمان استمتع وانبسط جدا بكواليس هذا الفيلم، لأن اللي بيعشق الفن أو اللي بيحب الفن يحب يلتقي بعشاق الفن في لوكيشن واحد. وأكيد أستاذ جمال سليمان التقى بمجموعة وكوكبة مهمة من النجوم، استمتعت معاها واستمتعت بالورق اللي خلاكم كلكم بتقولوش حق. ده حقيقي محمد ناير كاتب ورق جميل جدا، سواء من ناحية الفكرة، يعني الفكرة شوية يعني مختلفة عن اللي موجود يعني في الانتاج السينمائي العربي عموما، وفكرة جديدة جدا ومعاصرة جدا، ومكتوب بطريقة كمان مشوقة بطريقة جميلة. وزي ما قلت يا بوسي، يعني الواحد رائع جدا انه يشتغل يعني فيلم مع مخرج انا بحبه جدا، يعني عثمان ابو اللبن. يعني تجربة اخراجية يوم عن يوم يعني بتكبر وبتنضج وبتبدع اكتر، وكاست رائع وعظيم. يعني حاجة جميلة ان الواحد يلتقي مع يعني محمود حميدة ومع حسين فهمي ومع اياد نصار ومع درة، كله في فيلم واحد، يعني ده شيء جميل جدا. اكيد يمكن انت عملت ده او التجربة ديت انك التقيت بكوكبة من النجوم كان في ليلة البيبي دول، وبتعيد التجربة تاني ان انت بتتقابل مع اكتر من نجم. هل دلوقتي بقى في ورق يستوعب وانتاج يستوعب ان النجوم دي كلها تقيت؟ دايما في لما يبقى في نية بيبقى في ورق، يعني زي ما تفضلت، يعني كان في عمالقة بالبيبي دول، يعني كان استاذ محمود عبد العزيز، استاذ نور الشريف الله يرحمهم يعني، وعدد كبير، استاذ ليلى علوي، يعني مش عاوز انسى حد، يعني كان في يعني مجموعه من يعني من محمود حميده ايضا، محمود حميده طبعا، يعني من كبار نجوم السينما والتلفزيون. لما النيه بتبقى موجوده وشركه الانتاج عندها فكره، تاكدي انه ده يعني شيء ممكن، يعني بالعكس نحن بننبسط. يعني انا شخصيا بيسعدني جدا يعني ابقى بفيلم مع ممثلين كبار وعمالقه ونجوم حقيقيين، يعني عملوا اسمهم خلال سنوات يعني من الابداع ومن الاخلاص للمهنه.